بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. هكذا متواصلين ضمن هذه المنافسات المميزة هنا ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير الذي يحتضنه ميدان التحدي، ميدان الشحانية. شوطر الحادي عشر يسير بحفظ من الله تعالى ورعايته، حامل لنا طياته. هذه شعارات والأسماء الكبيرة المشاركة في هذا الانطلاق والمسار المميز. مباشرة مع البداية مع المركز الأول، أول الأسماء الحاضرة والمنطلقة هناك مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، برمودا من يتقدم، محمد بن علي بن حمد آل فهيدة المري، شعار بن عايض من يتقدم في هذا المسار المميز. نتابع مشاهدينا الكرام إذا المركز الثاني في هذه اللحظات، وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل لهب بشعار جابر بن محمد بن ناصر بن لخن مع ثاني التحديات، بينما المركز الثالث وصول وتقدم من مثايل محمد بن حمد بن هادي بن حفار المري، والمركز الرابع وصول من تعزيز علي بن عبد الله بن علي آل فهيدة المري مع المركز الرابع، والمركز الخامس شعار بسيقان يتقدم في هذا المسار من خلال تواجد هزامة حسين بن علي بن حسين أبا السيقان المري. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل. وننوه مشاهدينا متابعينا الكرام بأن التتويج بعد نهاية شوط الختام في هذه الأمسية التراثية الجميلة. إذا مشاهدينا الكرام، الفائزين بالرموز الفضية في هذا المساء عليهم التواجد أيضا بعد نهاية شوط الختام في هذه الأمسية التراثية الجميلة. نعود إلى مجريات شوطنا مشاهدينا متابعينا الكرام، مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، الصدارة مع برمودا محمد بن علي بن حمد آل فهيدة المري، من يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة. بن عايض هناك من يقود الأسماء مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع البداية، بينما المركز الثاني نتابع وناخذ المركز الثاني، تصل تعزيز علي بن عبد الله بن علي آل فهيدة المري مع المركز الثاني والمركز الثالث، وصول وتقدم من لهب جابر بن محمد بن ناصر بن لخن من يتقدم مع المركز الثالث والمركز الرابع، وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل وزن حمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري، وخامس المراكز وصول وتقدم من معزة علي بن محمد بن مهلهل الحايف المري، يصل مع المركز الخامس بتحدياته الرائعة والجميلة. ولكن العودة مع البداية، ونذكر بجائزة هذا الشوط عبارة عن جائزة عينية قيمة نيسان بترول ستيشن اكسي مقدمة للفايز بالمركز الاول. يلا يلي تبي النيسان، روح مع البداية مع المركز الاول وصدارة هذا الشوط. الله يا سلام، البداية والمركز الاول هناك مع برمودا، برمودا مع المركز الاول مع صدارة هذا الشوط، وبوابات الكيلومتر الاخير تستقبل هذه الاسماء وتستقبل هذه الشعارات. الله الله الله، اجواء الكيلومتر الاخير، الكيلو الخطير يا مضمر ويا متابعين البداية. تعزيز من غيرت وانتقلت نحو صدارة هذا الشوط مع المركز الأول علي بن عبد الله بن علي آل فهيدة المري، بينما المركز الثاني شعار بن عايض والمركز الثالث، وصول موزن حمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري، والمركز الرابع وصول وتقدم هنا من وصلت القائدة سالم بن محمد بن حران آل فهيدة، ووصل بن حران في هذا المسار المميز. ولكن البطين، البطين مع الصدارة يقدم لنا هذا الأداء المميز والجميل مع صدارة هذا الشوط، من تقود الأسماء مع المركز الأول. ولكن ركز، واصلت بن حران مع ثاني التحديات مع القايدة سالم بن محمد بن حران آل فهيدة المري، اسم خطير في هذا الشوط، تتقدم مع ثاني التحديات المركز الثالث بن عسيكر. ولكن البطين مع البداية مع تعزيز علي بن عبد الله البطين آل فهيدة، هناك من يتقدم الأسماء مع البداية، ولكن بن حران يحاول مع القايدة مع الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، النيسان بترول ستيشن في الانتظار ومادة الزعفران. الله يا سلام، تعزيز، تعزيز مع البطين، السيارة مع البطين، الناموس مع البطين، إلى المملكة العربية السعودية. عشايب، عشايب، سلام يا عجايب، سلام، سلام البطين، سلام، سلام المملكة، سلام على هذا الأداء المميز والجميل. ومشكور أيضا على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصلت القائدة سالم بن محمد بن حران الفيدة المري، والمركز الثالث، المركز الثالث كان الوصول من ملامح لراشد بن علي بن راشد بن كخان النابت المركز الرابع، المركز الرابع وزن حمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري، بينما المركز الخامس
المركز الخامس. المركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام مع خامس المركز الخامس سما عبد الرحمن بن سعيد بن راشد الجربوعي المري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل المركز الاول، تهانينا والناموس البطين على هذا الفوز. 5 دقائق 59 ثانية، 58 جزء من الثانية. سلام يا المملكة، سلام على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما المركز الثاني وصل شعار بن حران وقدم لنا القائدة اللي ما قصرت في هذا الشوط. 5 دقائق 50 ثانية، 20 جزء من الثاني، تهانينا والناموس سالم بن محمد بن حران آلف هيدا المري. المركز الثالث، المركز الثالث كان الوصول من ملامح توقيتها الزمني. 5 دقائق 50 ثانية، 98 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.